وفي الصحيح في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. الشجة لا تكون إلا في الوجه والرأس خاصة، والذي شج النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ابن شهاب الزهري كما ذكرت ذلك بعض كتب السير، والذي كسر رباعيته عليه الصلاة والسلام هو عتبة ابن أبي وقاص، والذي أصابه في وجنتيه، والوجنة هي ما كان أعلى الخد، فهذه تسمى وجنة، فالذي أصابه في وجنتيه هو ابن قمئة، فهذا ما ذكرته بعض كتب السير.